ولما سئل ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عن التقوى فقال لمن سأله: هل مشيت في طريق فيه شوك؟ قال: نعم. قال: فماذا صنعت؟ قال: شمرت وحذرت، أي شمرت الثياب حتى أستطيع أن أمشي، وحذرت، صرت أنظر تحت قدمي ماذا أصيب. قال: ذاك التقوى. فالتقوى إذن أن يشمر الإنسان بطاعة الله تبارك وتعالى، وأن يحذر من الوقوع في المعاصي. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك التقى. واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. فالتقوى أن يحذر الإنسان من أن يغضب الله تبارك وتعالى، وأن يسعى في رضا الله جل في علاه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على سرية أوصاه أولا بتقوى الله، وأوصاه بمن معه خيرا صلوات ربي وسلامه عليه.